السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين. مستمرون معكم في تغطيتنا المباشرة لآخر التطورات التي تجري في المنطقة الخضراء بعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان. وسيكون معنا خلال هذه المتابعة المستمرة في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. أهلا سيد وسهلا، حسين حياكم الله. كما نرحب عبر سكايب من بغداد بأستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك أخي، حياك الله. حياكم الله، ويسعدنا كذلك أن نرحب من عمان عبر الخط الهاتفي بالأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور هلال. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، أهلا بكم جميعا. واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي بالأستوديو أستاذ حسين. أنصار التيار الصدري أعلنوا بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ ماذا تشكل؟ أنا أعتقد هذه الخطوة يعني هي غير مفاجئة بالنسبة للتيار الصدري. التيار الصدري يعني يخطو خطوات أخرى تصعيدية ضد الإطار التنسيقي، لأن الإطار التنسيقي بحد ذاته تعامل بانتهازية وباستفزاز للتيار الصدري. لا ننسى، نعود إلى الانتخابات التي أجريت في تشرين 2021، وقف الإطار التنسيقي بكل قوة لمنع التيار الصدري من تشكيل حكومة، علما أن التيار الصدري هو الفائز في الحكومة وقد شكل التحالف الثلاثي الذي يؤهله لتشكيل حكومة، لكن الإطار التنسيقي وقف بكل قوة بكل حزم، سواء استخدم قوى شرعية غير شرعية، تهديد، إغراء، شكل الثلث المعطل، استخدم المحكمة الاتحادية، كل هذا من أجل منع التيار الصدري. نعم، عندما انسحب التيار الصدري من البرلمان كان يتوقعون بهذه البساطة أن التيار الصدري ذهب ليجلس في البيت، وهذا الأمر أشرنا له سابقا وذكرناه في مقالات وفي لقاءات أخرى أن التيار الصدري لن يجلس في البيت. نعم، التيار الصدري عندما كان مشاركا فقط لن يجلس في البيت في هذه العملية السياسية، فكيف به وهو فائز أن يجلس في البيت؟ نعم، فبالتالي لن يسمح لأحد أن يشكل حكومة. البعض يتصور أنه المشكلة مع المرشح محمد الشيع السوداني، قصة ليست في محمد الشيع، حتى لو استبدل محمد الشيع السوداني ما هي القصة أيضا؟ لن يتغير موقف الصدر من العملية السياسية من تشكيل حكومة، لن يسمح لأحد أن يشكل حكومة. هذا ما يجب أن يعرفه الإطار التنسيقي الذي يتغاضى، يعني يعتبر نفسه أنه هو فائز في الانتخابات وهو الكتلة الأكبر وهو من حقه يشكل حكومة. أنت قبل شهر لم تكن كنت الكتلة الخاسرة وكنت أقلية سياسية، لولا انسحاب التيار الصدري ما كنت أنت كتلة أكبر. فعد ما تتكلم وعد ما تتعامل مع القوى الأخرى عليك أن تدرك حجمك الطبيعي من خلال نتاج هذه الانتخابات التي مضت، بغض النظر عن نوع هذه الانتخابات، بغض النظر عن نسبة المشاركة، لكن احنا نتكلم عن حدث ما حدث بعد تشرين، بعد 2021 تشرين إلى الآن. يتحمل الإطار التنسيقي القسط الأكبر من المسؤولية، جزء الأكبر من المسؤولية لما يحدث. نعم نعم. طيب دكتور قحطان الخفاجي من بغداد، ألا ترى أن الصدر وضع الكاظمي في اختبار جديد، لا سيما أن الإطار التنسيقي اتهمه بالتواطؤ مع الصدر في الاقتحام الأول يوم الأربعاء الماضي؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين والضيوف الكرام. كل الاحتمالات واردة حقيقة الأمر، والكل يتابع أن عملية الدخول كانت إلى حد كبير لا تشابه نهائيا تلك المحاولات التي قام بها أنصار ثورة تشرين، ولكنها أيضا لسنا مع جهة معينة داخل عملية سياسية نقول إنها تحاكي تلك المحاولة التي دخل بها مجاميع من فصائل مسلحة ولائية إلى داخل المنطقة الخضراء وأخرجوا مطلوبا للعدالة من بيت رئيس الوزراء وخرجوا. إذن أطراف العملية السياسية وكأنهم كلا الجميع يعرف أسرار الجميع وخفايا الجميع وكله أوراق ضد الآخر، وبالتالي عملية تمييع الدولة بشكلها أمام أي سلوك من هذه المجاميع واردة. وبالتالي نقول نعم، الجهات الرسمية تحابي هذه الجهة وتلك الجهة إلى حد معين، لأنها لا تملك حقا فعلا فاعلا حيال هذه المجامع التي هي أقوى من الدولة، لأنها تمتلك عناصر قوة مسلحة وأذرع أخرى معروفة خفية تؤثر على السلوك السياسي للدولة. وبالتالي الدولة نعم هي كانت أضعف من أن تكون دولة أو الحكومة، العفو، أن تكون حكومة حيال ما يحصل. ولعل قبل دقائق صدر بيان أو خطاب من الرئيس الوزراء
كان فحواه لا فحوى. فحواه لا فحوى. طيب السؤال الآن دكتور يعني هلال من عمان، بعد أن اختار الصدر الاعتصام المفتوح كما قال بأن الشعب اختار الاعتصام المفتوح في البرلمان، يقول الشعب، هل نحن أمام مواجهة أوسع مع الإطار التنسيقي، أو ما الشكل الذي تتوقع لهذه المواجهة بين الإطار وبين الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولضيوفك الكرام والعاملين عليها. أولا نهني العالم الإسلامي بالعام الهجري الجديد، ونسأل الله أن نهجر في بلادنا الفتنة والفساد والإفساد، وأن نهجر ما كل ما أساء لبلدنا من سوء من خلال العملية السياسية وأطراف التي نقت البلاد وفتكت بالعباد. عودة إلى سؤالكم، حقيقة الأمر في العملية السياسية ومآلاته، الشعب ضد العملية السياسية بكل أطرافه، ومنظم من هذه العملية السياسية شارك فيها التيار الصدري منذ نشأ أول حد الآن. القضية قضية نزاع سياسي على المكاسب وليست نزاع وطني. يعني عندما ثارت الثوار تشرين أيضا تم تجميع قضيتهم برغم أنه كانت مطالب عامة ولم تكن مطالب لجهة أو لفئة سياسية معينة، ولكن تم تجميعها بشكل أو بآخر وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن. المواجهة محتملة لأن كلا الطرفين يصران على المضي قدما في التصعيد السياسي الذي لا يخدم أحد. أنا سؤالي هنا، عندما انسحب التيار الصدري من العملية السياسية من البرلمان الأخير وعدم تشكيل الحكومة وسحب كل أعضائه الفائزين، ماذا يتوقع التيار الصدري من الإطار التنسيقي الذي كان أقلية فأصبح أغلبية أو كان أصبحت له سطوة أكبر؟ إذن التيار الصدري عندما انسحب حسب تقديري لم يكن موفقا في مطالبه الآن، لأنه الآن سوف يكون الأمر حقيقة مماطلة ومواجهة. الإطار التنسيقي يقود نحو المواجهة، والمواجهة العسكرية ويستعد له، والتسريبات التي خرجت تؤيد ما نقول. إذن هناك حقيقة الطموح إيراني واسع في أن يتم الانتقام من كل الأطراف التي ترفض الوجود الإيراني في العراق من خلال الكل، من خلال الجميع معذرة، يعني من خلال هذا التصعيد وهذا العمل. العملية السياسية عندما لم يكن هناك دستورا يؤطرها بشكل صحيح، عشرة أشهر نحن الآن ننتظر الحكومة لن تقول أين الدستور؟ نعم. أين الدستور على علاته، على ما هو فيه من طيب. من كساد والأساد. طيب دكتور هلال، نعم. طيب دكتور، اسمح لي أنوه للخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر. هل معنى ذلك أستاذ حسين بأن الصدر سيوعز لي يعني جماهيره بأن تنسحب من البرلمان، أم سيبقى الأمر قائم؟ لا لا لا, لا أعتقد ما راح ينسحبون، لأنه عدم محرم وعاشوراء، واليوم يعني بداية محرم، موضوع طويل. ما علاقته بالقصة بما يجري الآن؟ لا لا، هو راح يكون يوم عاشوراء في المجلس. نعم. يعقدون وصلاتهم والقيمة مالتهم اللي يسوونها وإلى آخره. معناها أنه لا حكومة من دون الصدر، هذه معناها لا تخطي أي خطوة بدون الصدر. نعم. الصدر فرض نفسه. نعم، هو يعني احنا لا ننكر انه انسحابه كان غير مفهوم لحد الان، لكن واضح انه تعطيل مجلس النواب وتجميدي، وهذا الخبر اللي يشير على انه الى اشعار اخر، قضايا مفتوحه، يعني هذا ما حصل ايضا في المحافظات، انه مجالس المحافظات الى اشعار اخر ثم جمدت، ومن ثم انتهت مجالس المحافظات، واصبح اليوم جميع المحافظين في العراق ال 18 محافظه هم كلهم غير منتخبين، إما عسكر وإما منتهية ولايتهم الانتخابية. فبالتالي الأمور ماضية بهذه الطريقة، لا مجلس النواب يجتمع والحكومة باقية، وهذا الخلاف اللي يسموه هو صراع سياسي. نعم، هو صراع سياسي على السلطة، ولكن قد يؤدي إلى صدام مسلح بينهم. نعم، إذا هكذا يتوقع الأستاذ حسين دكتور قحطان،
والمشهد كما تفضلتم جميعا ما زال يعني يتفاعل، ومن الممكن حصول أي شيء في الحقيقة من أي طرف من هذه الأطراف، قد تذهب إلى صدام عسكري، قد يذهب إلى تأزيم الوضع مجددا. لكن من ناحية أخرى يعني ألا يوجد في هذه الأطراف من هو عاقل من الممكن أن يتخطى هذه الأزمة ويدعو الجميع إلى خيار وسطي يتبناه الجميع ويكون حلا وسطيا؟ إذا ننطلق لتقييم العاقل في هذه العملية السياسية وإجابتنا، ننطلق بدالة الحرص على الوطن وعلى البلد. نعم. بهذه الدالة غائبة نهائيا عن سلوكيات كل القوى السياسية دون استثناء من 2003 لحد الآن. الجميع حريص على أجندات خاصة ضيقة أنانية مذهبية طائفية وأجندات خارجية أوجدت هؤلاء على قمة الهرم في بلد عملاق كالعراق. نعم. لأجل أن تخدم مصلحتهم، وبالتالي لا نعتقد أبدا هناك تسوية للحالة نهائيا. التسوية تعني أنهم الجميع دون استثناء غير دقيقين وغير جدين في كلامهم ولا قدرة لكلامهم. اثنين، لابد أن يذهبون إلى الاصطدام، والاصطدام في رأينا هو الأقرب احتمالا، لأن الصدام الأمريكي الإيراني وصل إلى شده إلى اللعبة الصفرية، وبالتالي هذه المجاميع أنا أعتقد ذاهبة باتجاه التصادم. وبالتالي نؤكد أن كما قال أخونا ودعا كل طيب، نسأل الله أن يلطف في عباده في العراق في هذا الشهر الحرام، ولكن للأسف الشديد هؤلاء في بداية الشهر الحرام أعلنوا حالة من حالات اللا سلام، وبالتالي أعتقد أن موضوع وجود بينهم من هو ينظر بعقلانية للوطن غائب نهائيا. يعني نعم. تفضل دكتور. تفضل. أقصد سواء الذين قاموا بهذه العملية أو الذين تعاطون معها أو الحياديين الذين لا أعرف كيف يكون حيادي كرئيس الوزراء في قمة هرم دولة على وضع هو يعني غير طبيعي. أنت وصلت بنا إلى هذه النقطة، سبقتني إلى رئيس الوزراء في الحقيقة، وهذا السؤال موجه للدكتور هلال. يعني رئيس الوزراء ألقى كلمة بروتوكولية ودعا الجميع إلى ضبط النفس، وقال بأن تحدث عن الفتنة وبأن هناك من يسرعها، ولا نعرف من يقصد الكاظمي بهذه الكلمات. يعني من الذي يريد أن يسرع الفتنة؟ لماذا لا يتكلم بوضوح؟ أولا العملية السياسية بنيت على باطل، فبالتالي كل ما فيها باطل، وكل من دخل فيها باطل، وكل من التمس فيها خيرا فهو في ضلال بعيد، ضلال كبير. حقيقة الأمر أنه الكلمة اللي قالها الكاظمي، الأطراف المشاركة بالعملية السياسية ليست هم منذ 2003 لحد الآن، هل زاد عليهم طرف آخر خارجي؟ إذن هي عملية مصممة لتدفع العراق إلى هذه الهاوية، ويبقى العراق بلد ضعيف خارج عن التأثير السياسي، والأهم أنه هو التوازن الأقليمي. يصبح العراق من ساحة حقيقة ملعب لأمريكا وإيران وتصفية الحسابات الأقليمية والدولية على حساب العراق، وهذا حقيقة أصبح واضحا من كل الأحداث التي حصلت خلال العقدين الماضيين. إذا عندما نتكلم عن دولة أو حكومة، أوصل العراق إلى اللا دولة عندما تكون الأطراف المتصارعة هي أقوى من إمكانية الحكومة، وأنكى حقيقة بعضهم البعض ويتصرفون بتصرفات العصابات، هذه حرب عصابات. عندما تكون الدولة، عندما تقوم الدولة باعتقال شخص ويقوم الميليشيات المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك بإخراجه بالقوة، فإذا نحن لا نمتلك دولة. إذا العملية عملية حرب عصابات. فعندما يكون الكاظمي أو غيره بهذا المكان لا يملك شيئا، لأنه ما هي سلطته على التيار الصدري، وما هي سلطته على الإطار التنسيقي؟ لا توجد دولة أصلا. نحن الآن أوصل العراق إلى حالة اللاكيان، الآن يمشي بالقدرة، ترى العراقيين الآن عايشين بالقدرة. فبالتالي عندما يتصارع الأطراف اللي هم أساسيين للعملية السياسية، وأتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وباركتهم إيران، والآن إيران هي اللاعب الأساسي في تحريك كل هذا المشهد لصالحها. لاحظ أنه إيران هي المستفيد الأول من هذا الدمار اللي حصل بالعراق. نعم. وعندما تريد أن تصارع أمريكا في موضوع ما يهم الداخل الإيراني تحوله إلى الأرض العراقية،
وإذا قامت حرب ما بين أمريكا وإيران وهذا مستبعد، هذا الكلام حقيقة غير واقعي وغير دقيق، لأنه سوف يكون أيضا بالدماء العراقية وعلى الأراضي العراقية نتيجة تشكيل الميليشيات الولائية الموالية لإيران والتي أعلنت صراحة أنها موالية لإيران، وبالتالي أي صراع تدخل إيران طرف فيه سوف يكون هذه الأطابع وهذه الأيادي هي تعمل لصالح المشروع الإيراني. المشروع العراقي أو المشروع الوطني العراقي غائب تماما عن الجميع، لا أحد يتكلم بالوطنية وهو غارق بالعمالة إلى أذنيه. ماذا فقد العراق خلال 20 سنة؟ تمام، وصلت الفكرة دكتور هلال، وأبقى في هذه النقطة قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى. أستاذ حسين، دائما كما يقولون في العلوم الجنائية ابحث عن المستفيد، يعني في المشهد العراقي ابحث عن إيران أو ابحث عن الإيراني. ما موقف الإيراني من هذا الموضوع؟ هل من مصلحته أن يترك الأمور على ما هي عليه الآن أم أنه سيتدخل في لحظة ما؟ لا، لكن ليس كل ما تريده إيران تحصل عليه في العراق. هناك قوى رافضة للوجود الإيراني، هناك شعب غالبيته رافضة للتواجد الإيراني وللهيمنة الإيرانية. قواني موجود في العراق، إذا لو كانت إيران تهمل ما يجري فما كان موجود قاآني. لكن هل كل ما تريده إيران يتحقق في العراق؟ الأمر لا. يعني لاحظ، المكون العربي السنة عموما هو رافض للتواجد الإيراني، غالبية الأكراد رافضين للتواجد الإيراني. ظهرت داخل المكون الشيعي الذي يعتبر هو العمق استراتيجي للمشروع الإيراني سابقا، هكذا كانت تفكر، ظهرت تشرين التي ترفض التواجد الإيراني. هناك قوى سياسية أخرى بدأت تتململ من الهيمنة الإيرانية. فليس كل ما تريده إيران، بل أتباع إيران أصبحوا معزولين داخل العراق ومنبوذين وغير مرغوب بهم، وأصبحوا يعني سخرية، الناس يعني تتمسخر عليهم وغير مقبولين مرفوضين. فهذا ليس معنى أنه نعم إيران تريد الهيمنة وتريد أن تفرض إرادتها كاملة على الشعب العراقي، ليس كل ما تريده أن يكون هذا القصة. أما موضوع الكاظمي، بس حبيت أسأل، الكاظمي هو متهم، هو جزء من المشكلة، هو جزء من المشكلة لأنه متهم، لأن طار أصلا هو يتهمه باعتباره يريد يبقى في السلطة وهو الأقرب إلى التيار الصدري. في الوقت أيضا مثل ما التيار الصدري يتهم القضاء بأنه هو الأقرب إلى الأطار وهو الذي أعاق تشكيل الحكومة، ويتهم محمد الشيع السوداني بأنه مرشح حزب الدعوة، مرشح المالكي. فهذه الاتهامات بيناتهم هم جميع من تكلم هو جزء من المشكلة، فهذا لن يكون حلا. الحل من طرف آخر، هم لا يقبلون بأي طرف آخر، هم يتهمون جميع الأطراف بأن تريد الفتنة. يعني هسه إذا تكلموا العرب السنة هذا عدو لدود، هذا يريد الفتنة وهذا يريد أن ينهي الحكم ويعيد السنة إلى السلطة. إن تكلم أحد من الكراد تهموه 100 تهمة. هؤلاء يعني يعيشون أزمة، ومثل ما ينطبق عليهم القول الشهير رمتني بدائها وانسلت. نعم، هؤلاء يرمون الناس بدائهم وينسلون. أنت إذا كانت تبعية فأنتم أكثر تبعية. نعم، إن كانت فساد فأنتم أكثر الملل فسادا. إن كانت يعني قضية عدم إدارة وسوء إدارة فأنتم أكثر الناس سوء إدارة في الدولة العراقية. فما من حقكم تتهمون أحد. والصراع بين هؤلاء، بين هذه الطرفين، أنا أعتقد أكرر أقول الإطار التنسيقي يتحمل القسط الأكبر من في هذا الصراع، لأنه يعتبر الصدر هو الفائز في الانتخابات. أنا لا أتكلم عن عموميات العملية السياسية. نعم، العملية السياسية لرأي آخر. تتكلم عن ما حدث في الفترة الأخيرة. ما حدث في الفترة الأخيرة، هناك انتخابات فاز بها التيار الصدري، شكل تحالف لم يسمح له بتشكيل حكومة. فبالتالي من منع التيار الصدري لتشكيل الحكومة يتحمل مسؤولية كل ما يجري. نعم، طيب، هل هذه الأزمة دكتور قحطان وما يظهر يعني من يعني مظاهر هذه الأزمة التي تظهر الآن، كما تعبر كما تفضل الأستاذ حسين في البداية أن الإشكالية ليست فقط في ترشيح محمد الشيع السوداني أو في غيره، إنما المشكلة والصراع هو أعمق من ذلك بين تلك التيارات، وهذا يعني بأن العملية السياسية أصبحت عبئا على العراق دولة وشعبا؟ بالتأكيد المشكلة ليس بالسوداني نهائيا. لو رشح أي شخص من أي جهة كانت، حتى لو يكون شخص مستقل بين قوسين، طبعا ليس هناك مستقل بالتأكيد، ستأتي به حزب ما ويوقع على بياض وتمضي الأمور. أي شخص ترشح الجانب الآخر إطار سيرفض من الجانب الصدري، هذه مسلم بها. لماذا؟ لأن الخلافات ليست في اليوم،
الخلافات هي منذ أول وصول المالكي للسلطة. كان هناك اتفاق بينه وبين الصدر لإخراج المقاتلين الصدريين الموقوفين تحت طائلة الاحتلال الأمريكي ومقاومته، ولكن المالكي لم يلتزم بوقته، وكانت هناك خلافات تتعاظم بهذا الشيء. نرجع ونقول أن المالكي وجماعته يعد بشكل واضح هو الجناح الإيراني في العراق. الجناح الصدري إن كان مستقلاً أو كان يرمى به لجهة خارجية كأمريكا يتقاطع مع الجناح الإيراني في العراق، وبالتالي هو خلاف بين إرادتين خارجيتين في الداخل. وكما قال أخي العزيز قبل قليل، أي صراع أمريكي أم إيراني سيكون في العراق وعلى حساب العراق. إذن هو صراع أكبر من هذه المسميات، ولكن بخلال المسميات هو الخلاف الشخصي بين المجاميع ذاتها، وما خرج من تسريبات تحمل ضغينة وحقد واستهتار بالطرف الآخر يدلل على الضغينة وحجم اللا أمان واللا إيمان فيما بينهم حقيقة. نعم. إذن نحن أمام حالة مستعصية، ان تغير السوداني او بقي السوداني، الامر ماشي، والان الامر انتهى. في رايي لم يبقى الا سوى بيان رقم واحد من الصدر يعلن انتهاء الترتيبه السابقه والذهاب الى ترتيبه جديده. نعم. طيب دكتور هلال، في هذه الحاله وخاصه ان الاطار التنسيقي في بيان له دعا انصاره للتظاهر، وستكون جماهير مقابل جماهير، وقد يعني يسحب هذا الامر البلاد الى مزيد من الفوضى والاقتتال لا قدر الله. في هذه الحاله وايضا كما قيل بان الاطار التنسيقي لم يطلع على البيان الذي كتب، المالك هو الذي كتبه، ولم تشارك فيه بقيه مكونات الاطار، إذن المشكلة أصبحت أكثر تعقيدا كما تفضل الضيوف، وهي ربما تأخذ الجميع إلى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله. أولا هو الإصرار الإطار التنسيقي على إفشال العملية السياسية التي لا تتضمن ما يريد، هذا له دعم خارجي، والدعم الإيراني واضح، والزيارات المكوكية للمسؤولين الإيرانيين لكل الأطراف هو يؤكد ما ذهبنا إليه، والتسريبات أكدت ما قلناه منذ البداية بأنه العملية السياسية تريد مصالح خارجية وتدير مصالح خارجية، لأنه من كل الأطراف لهم ارتباطاتهم الخارجية خارج العراق، فبالتالي الآن كل من يعمل لمصلحة من ولاه. فبالتالي إحنا الآن عندما يخرج جماهير ضد جماهير، من هو الخاسر؟ الخاسر هو العراق، لأنه هكذا أريد لهذه العملية السياسية أن تبدو منذ البداية، هي عبئا على العراق كما تفضل أخي دكتور حسان. القضية مو قضية أنه من سيقود العراق، القضية من سيسرق العراق، من سيتولى زمام الأمور في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة لها دوافع خارجية كبيرة، وهو المشروع النووي الإيراني وهذا العبء الذي وصل على العراق من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما تريده أمريكا والضغط الذي تمارسه وشماع جدة وغيره، كل هذه الأمور تؤشر إلى أن إيران تريد الأجنحة العاملة لها في العراق أن تكون أقوى ما يكون وتكون زمام الأمور بيدها. ليس لهم صديق أو عدو، إيران تعمل لمصلحة إيران لا تعمل لمصلحة العراق. فبالتالي الآن عندما نقول أنه الجهة الفلانية، كل الشعب العراقي، كل عراقي شريف أصيل هو ضد التواجد الإيراني وضد التواجد الأجنبي في العراق منذ البداية. وما أفرزته العملية السياسية خلال 20 سنة الماضية أكدت بأنه هناك حتى من كان مغفلا أو استغفل بشكل أو بآخر، أصبح الوعي لدى الكبير. إيران تريد أن تحارب هذا الوعي، لأن هذا الوعي يشكل خطر على المشروع الإيراني بالعراق، وبالتالي الاقتتال هو فرصة إيران لتصفية أعدائها في العراق. وأنا أخشى أن يكون الضحية هم الذين خرجوا في تشرين. الضحية هو الدولة العراقية والشعب العراقي. دكتور هلال اسمح لي، لأن الشعب العراقي هو ضحية منذ الاحتلال، الشعب العراقي يعني هو ضحية الاحتلال الأمريكي الإيراني رغم البداية. أنا أريد أن أتوقف هنا. القادمة تريد إيران أن تقود الصراع بهذا الاتجاه بلا شك. أريد أن أتوقف هنا إن شاء الله. يعني هذه الخلاصة التي توصلنا إليها في هذه المتابعة القصيرة أستاذ حسين، تدخل خارجي في العراق من طرف إيران،
والأحزاب التي والميليشيات التي كانت رهينة هذا التدخل وكانت أدوات لإيران في هذا التدخل أوصلت الدولة العراقية والشعب العراقي إلى ما وصلت إليه الآن، هذا الاقتتال، هذا الاقتسام للسلطة وكل هذه الأشكال التي نراها يعني، والتي تعود بالضرر الكبير على الدولة العراقية وعلى الشعب العراقي. هل تعتقد بأن الشعب العراقي يستفيد من هذه الأحداث والتطورات التي تحصل، وأن تشرين 2019 ممكن أن تتكرر مرة جديدة؟ شوف، أنا أعتقد تشرين موجودة، هي أصلاً ما انتهت حتى تتكرر. الصراع اليوم بالعراق دخل مخاض يعني نوع آخر، لا ليست فقط إيران، يعني هي جذوة تخبو وتشتعل، هي موجودة وتستطيع أن تظهر في أي لحظة، لأن هي لن تنتهي. القصة وين؟ بالعامل الخارجي. إحنا لا ننسى في دولة عربية في عالم الثالث دول عربية، العامل الخارجي الدولي له دور كبير في تغيير أي نظام، في إنجاح أي ثورة، في إفشال أي ثورة. العامل الخارجي ليس محصورا في إيران فقط، إيران سياستها هي سياسة الأرض المحروقة في أي دولة تدخلها. العراقيين أدركوا يعني، لأنه ليست تجربة فقط في العراق، هاي في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، أنه هذا النموذج، هذا النظام أينما يدخل في أي بلد يحرق هذا البلد ويثير النزاعات الداخلية والطائفية والاغتيالات وتصفية العلماء وإلى آخره. نعم. العامل الدولي آخر، العامل الدولي آخر لابد أنه ينظر إلى العراق أن يعيد كدولة. نعم، هناك مصالح مشتركة ومتبادلة للمجتمع الدولي، مصالح داخل العراق، نعم، وللعراقيين أيضا مصلحة مع هذا العالم جميعا. نعم. فإذا أعتقد أنا أن هناك إرادة دولية أدركت بأنه العراق لابد من التغيير فيه، لا يمكن إصلاح ما موجود. نعم. ما موجود لا يمكن إصلاحه. نعم. فإذا لابد من تغيير. هذه بوادر. نعم. لعملية تغيير قد يجوز لا يتطلع إليها كل الشعب العراقي. ولعلنا نناقش هذه النقطة في متابعتنا الإخبارية القادمة. شكرا سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. شكرا موصول للدكتور قحطاني الخفاجي من بغداد عبر سكايب، أستاذ العلوم السياسية، وشكرا للدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي عبر الخط الهاتفي من عمان. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين، نلتقيكم في متابعة إخبارية جديدة وفي نشراتنا الإخبارية بحول الله. إلى اللقاء.